الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، والحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، وكان بالمؤمنين رؤوف رحيم. مشاهدينا في قناة الحياة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم في برنامج فقه المرأة، وأسعد بتواصلكم معنا في هذا البرنامج عن طريق المشاركات والمداخلات بالتليفون، سواء كانت هذه المداخلات مرتبطة بموضوع العقد، بموضوع الحلقة أم لا. وموضوع الحلقة كما تحدثنا أمس هو تكملة لما بدأناه عن العدل. العدل قيمة كبيرة في الإسلام، العدل خلق، العدل هو أساس بناء الحكم في الإسلام، العدل هو المساواة بين الضعفاء وبين الأغنياء وبين بني البشر، لا تفضيل لأحد على أحد إلا بالتقوى. العدل هو الذي يترتب عليه إعطاء الحقوق، والعدل التزام وإلزام من الله سبحانه وتعالى لخلقه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فرض وأمر من الله سبحانه وتعالى لنا جميعا. وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن العدل لا يتجزأ، بمعنى هناك عدل مع الله وهناك عدل الله مع الإنسان، وهناك أيضا عدل الإنسان مع غيره، وعدل الإنسان مع نفسه، وعدل الإنسان داخل بيته مع زوجه وأولاده، وصور كثيرة من العدل طبقت في عصر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ومنها الحادثة المشهورة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن لا هنا ليس هناك فرق بين الحاكم والمحكوم في الحقوق الإنسانية، بل أن الحاكم هو مسؤول عن الرعية، مسؤول عن وضع العدل بينهم، مسؤول عن عدم التفضيل بين أحد لأي سبب. كلنا من آدم، وآدم من تراب، وكل إنسان هيبتعد في أحكامه ويخلف العدل في أحكامه هيكون مخالف لقيمة كبرى من قيم الله سبحانه وتعالى. في المقابل عندنا الإحسان. يا ترى هل هناك فرق بين العدل والإحسان؟ نعم هناك فرق، ولكن لكل منهما درجته. فالعدل عكسه الظلم، والعدل يخلق الإنسان على حبه والميل إليه، بينما الظلم يبتعد الإنسان عنه. والله سبحانه وتعالى في حديثه القدسي يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. أيضا العدل مع الآخرين، وهذه النقطة الشائكة التي نعاني منها الآن، إن أي أحد فينا نفسيته تكون ضعيفة أمام إغراء الشيطان،
فيميل إلى ناحية نفسه وإلى ناحية أقاربه وإلى ناحية أبنائه وإلى ناحية أبويه، كل هذا من باب العصبية المرفوضة تماما في الشريعة الإسلامية. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الأقربين أو الوالدين والأقربين. شوفوا حتى الوالدين. ولذلك لو حصلت مشكلة لأحد الأبناء وطلب شهادة الأب في هذه المشكلة لا يؤخذ بشهادة الأب، ممكن ناخد شهادته على ابنه لكن ما ناخدش شهادته لصالح ابنه، وكذلك الأم، وكذلك الزوجة مع زوجها أو الزوج مع زوجته، لأن كل هذا فيه ميل قلبي وفطري إلى هؤلاء الأقارب أو الوالدين أو الأبناء إلى غير ذلك. والعدل لا يتجزأ، فيقول الله في هذه الآية: وإن كان غنيا أو ضعيفا. يعني لا نعرف في العدل طبقات، لا غنى ولا ضعف، وإنما هو حق إلهي ممنوح لكل البشرية.